السلام عليكم. من يومين قريت قصة على الفيسبوك، قريتها بمغزى ان هي فيها توعية او نصيحة او هدف ما. اثرت بيها جدا، ما كنتش متخيل ان هي حقيقة، ولكن المصيبة او الكارثة ان هي فعلا القصة طلعت حقيقية. القصة بتبتدي من القاهرة، تحديدا 15 مايو، مدينة 15 مايو، احدى المدن الجديدة في القاهرة الكبرى. 15 مايو تحديدا في احدى البنايات الكبيره او احدى الابراج السكنيه في الدور السادس تحديدا. الموضوع ببساطه، ام بتعمل الغدا وسايبه بناتها الاثنين، بنت عندها شهور بسيطه والتانيه عندها من 5 لـ7 شهور. الام دخلت بتعمل الغدا، جوزها نزل يصلي وراجع علشان يتغدى. الأم بدأت بتجهيز الغداء وأغفلت عن البنتين الصغيرين. البنت الصغيرة اللي هي عندها 5 سنين أو 7 سنين مسكت أختها اللي هي عندها شهور بسيطة، مسكتها ووقفت بيها في البلكونة. بعدها على طول البنت الصغيرة اللي هي عندها شهور بسيطة وقعت منها من البلكونة، اتزحلقت من ايديها. اختها الاكبر منها اللي هي عندها 7 سنين مش متخيلة ان اختها الصغيرة وقعت من البلكونة من ايديها، نطت وراها على طول املا ان هي تنقذها. الام سمعت الصراخ، بدون تفكير جريت على البلكونة ونطت وراهم هما الاتنين. نطت ورا بنتها الأولانية اللي وقعت من أختها الكبيرة، ونطت ورا الاتنين. في موقف لا يحسد له أي إنسان، موقف نتمنى إن هو ما يحصلش لأي إنسان. الموقف كان فظيع، التلاتة وقعوا من البلكونة. أمر مأساوي وبيحصل كتير قوي، إن الأم بتخلي البنت الكبيرة أو الابن الكبير يخلي باله من أخته الصغيرة. الأمر اللي مش متوقع إغفال الأم إن البنت أو إن الابن الأكبر يمسك أخته ويقف بيها في البلكونة. مصيبة، كارثة. الأب راجع من الجامع ماسك سجادة الصلاة، على حسب شهود العيان جات له سكتة. الأب متوفاش، ولكن جات له صدمة عصبية جديدة. ربنا يصبره على الموقف ده. هو هنا ده كلمة الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى بيبلي الإنسان علشان يشوف مدى صبره. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا افتكرت الموضوع أو الواقعة دي حكاية أو ليها عزة في الآخر هفهم منها حاجة، تأثرت بيها جدا، ولكن فوجئت ان الواقعة فعلا حصلت في 15 مايو او في مدينة 15 مايو. البنت الصغيرة ماسكة اختها بترعاها لغاية لما الام تخلص الغداء، واقفة بيها في البلكونة، اتزحلقت منها. البنت التانية نطت وراها علشان تنقذ اختها الرضيعة. الام شافت الموقف او سمعت الموقف، نطت وراهم هي التلاتة على طول. البنت الـ7 سنين نزلت ميتة على طول. البنت الـ7 شهور كانت فيها نفس، ها زي ما بيقول، الجيران خدوها على طول ودوها المستشفى، لكن توفاها الله اول ما وصلت المستشفى. ملايكة، امر قاطع. الام توفت في الحال، الاب صدمة عصبية. هنا في رسالة عايزين نقولها لكل ام ولكل اب، طز في الاكل، طز في كل حاجة، طز في الدنيا كلها. الاهم من ده كله المراعية للأطفال الصغيرة دي. أعتقد إن كل أم بعد الواقعة دي هتخلي بالها من ابنها وبنتها أو أطفالها 1,000,000,000 مرة، لأن حرام حرام إن أي أم تغفل عن بناتها أو ولادها أيا كان بالطريقة دي. ما بنقولش إن الأم ملامة بنسبة 100%، لا، ولكن خلي بالك، ما ينفعش ان انت تدي طفلة صغيرة 7 شهور اختها التانية اللي تراعيها وعندها 5 سنين او 7 سنين، ما ينفعش.
هي مش مدركه الموقف او حجم الموقف او حجم الكارثه. ولكن البنت الصغيره اللي هي عملت كده اللي اختها لما وقعت نطت وراها علشان تنقذها امر طبيعي جدا بديهي جدا، طفله مغيبه ما فيهاش ادراك ان هي هتنقذها زي سوبرمان او زي سبايدر مان. رحمه الله على الطفلتين الصغيرين، ورحمه الله على الام، ورحمه الله على اي حد توفى بالمنظر ده. ربنا يصبر الاب ويقومه بالسلامه، وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، عل وعسى يكون مكانك الجنه ان شاء الرحمن. يا ريت كلنا ندعي للراجل ده ان هو ربنا يصبر قلبه على الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله كاختبار في الدنيا اللي احنا فيها. موضوع مؤثر، ويا ريت اي حد مننا عنده كلمه عايز يكتبها يكتبها، عل وعنا عل وعسى نستفيد بيها ونقراها. السلام عليكم.